بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اصحابي وحبايبي في حصه جديده النهارده هنبداها مع بعض مع حرف جديد من حروف اللغه العربيه. تعالوا نشوف النهارده يا ترى مفاجاتنا هتكون في حرف ايه. اللغه العربيه اجمل لغه موجوده عندنا هي لغه القران الكريم، ثانيه حضانه اصحابي وحبايبي عبير سليم. اتفضلوا معايا، يلا النهارده هنبدا على حرف جديد هو حرف الكاف. حرف الكاف، الكاف كده يا ولاد دي شكلها وهي صحيح، الكاف كده في شكلها وهي مشبوك. تعالوا نشوف الكلمات بتاعتنا. ك كلب، ك ك ك الكاف جاءت فين؟ في أول الكلمة. كتاب، الكاف جاءت فين؟ في أول الكلمة. سكين، الكاف فين؟ في وسط الكلمة. سمكة، الكاف سمعتها فين حبايبي؟ في وسط الكلمة. كعك، كلمة غريبة قوي، كلمة كعك الكاف هي حبايبي جاءت في أول الكلمة، إنما لما أجي أكتبها في آخر الكلمة في كلمة كعك كتبتها حرف صحيح، كلمة ملك. ملك الكاف جاءت في آخر الكلمة. ناخد بالنا حبايبي شكل الكاف من الحروف اللي لا شكلها مختلف تماما في شكلها الصحيح وفي شكلها المشبوك. ادي الكاف اهيت في اول الكلمه، وادي الكاف مش شكلها خالص في اخر الكلمه. شايفين التمييز عشان ابقى عارف مين اللي هكتبها في اول الكلمه ومين اللي هيبقى شكلها صحيح في اخر الكلمه. كلمه كعك كلمه مميزه لان الكاف موجوده مرتين، في اول الكلمه وفي اخر الكلمه. تعالوا نكمل. كلمة كأس، كأس كأس البطولة، كأس الكاف جاءت فين؟ في أول الكلمة. ك كاف فتحة حركة قصيرة. كي كي كبريت، اوعى تستخدم الكبريت، ماما هي اللي تستخدم الكبريت بس. كي كاف كسرة. كوب، كوب ماء. كو كو كاف ضمة، الكاف ضمة كوب. الكاف هنا جاءت بحركة السكون، وإحنا متفقين إن حركة السكون حركة بسيطة، حركة ضعيفة، لما تيجي تتحط على الحرف لازم تسند على الحرف اللي قبلها. مك وقف عندها، مك السكون بتقول لي أقف، ليها احترامها وليها مكانتها. مك تبه، مك تبه، مكتبة بنحط نحفظ فيها الكتب. مك تبه. تعالوا نكمل. ك ك كلب من الحيوانات الأليفة، كاف فتحة. تعالوا نشوف كلمات كلب. ك ك كاف فتحة. ل لام ب ب ب. طب هنا حرف اللام يا ولاد عايز أقول لكم على حاجة مهمة. حرف اللام هنا عرفت إن هو لام منين؟ عشان هو مسك اللي قبله وبيمسك اللي بعده، إنما لو حرف الألف هيمسك اللي قبله بس مش هيمسك حاجة بعدها. تعالوا نكمل. كي كتاب، أنا أحب كتابي، كتاب. كي كي كاف كسرة. تا أهو حرف الألف مسك اللي قبله إنها ممسكش اللي بعده. في كلمة كلب اللام هنا مسكت اللي قبلها ومسكت اللي بعدها. كي كاف كسرة. تا تا وراها ألف. كتاب ب. كو كرة، والكرة دي كرة قدم يا ولاد لأن كل كرة في لعبة مختلفة عن الأخرى. كلمة كرة. كو كو كاف ضمة. ر راء تاء مربوطة. ولو سمعنا كويس للحروف هنلاقي إن كلمة كرة كلمة سهلة، كو خلاص كاف ضمة وهي حركة بسيطة، ر راء تاء مربوطة. تعالوا نشوف الكلمات بتاعت الكتاب بتاعنا. يلا نفتح الكتاب. أول كلمة عندي كلمة كلب، الكلمة الثانية كلمة كتاب، الكلمة الأخيرة كلمة كرة. تعالوا حبايبي الأول نبدأ إن احنا نكتبها على السبورة بتاعتنا زيكم بالظبط، انتوا هتشتغلوا في الكراسة وأنا هشتغل على السبورة. ك ك الكاف أهيت، كاف فتحة. ل ل لام مشبوكة. ب ب ب باء والباء صحيحة. كلب الكلمة الثانية. كلمة كتاب هحط شرطة مائلة يا ولاد، لما اجي اكتبها اعمل شرطة مائلة واشدها لغاية السطر وامشي على السطر مسافة بسيطة. ت ت ت واحط الكسرة. ت
أنا سمعت صوتين، حرف التاء وراها حرف الألف مد، كتاب ب ب، والباء تكتب صحيحة في آخر الكلمة. اوعوا نشبك الباء في الألف، لأن الألف من الحروف اللي ليها إيد واحدة بس، تمسك قبلها ما بتمسكش اللي بعدها. كلمة كرة، كو كو، كيف ضم. إحنا متفقين هنعمل شرطة مائلة ولا مستقيمة؟ لا مائل، وشدها لغاية تحت وأمشي على السطر شوية. شفتوا أنا همسح إزاي؟ لأني أخطأت. استخدم الممحة بتاعتك واشتغل. كو كو، كيف ضم. ر ر ر، راء تاء مربوط. كلب، كتاب، كرة. كاف كلب، كاف فتحة، كي كتاب، كاف ضمة، كرة. أحسنتم، أنا شايفاكم كلكم بتكتبوها بخط جميل. تعالوا نكمل. كلمة كلب، ك ك، كاف فتحة، ل ل، لام، ب باء، اكتب. كلمة كتاب، كاف كسرة، كي تا 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 وراها ألف، ب باء. كرة، كو كو، كاف ضمة، ر راء تاء مربوطة. السطر الثاني بيقول لي، الجزء الثاني خاص بالقراءة، بيقول لي ابحث عن حرف الكاف وحط عليه دائرة. يلا أول كلمة، كلمة كوب. الكاف هنا في يا أولاد إيه؟ في أول ولا وسط ولا آخر الكلمة؟ في أول الكلمة. كلمة سكر، السكر لونه أبيض اللي بيستخدم في المذاق الحلو يعني. سكر، الكاف هنا في أول ولا وسط ولا آخر؟ في وسط الكلمة. دي ك ك ك، كاف، الكاف جاءت في آخر الكلمة. ابحث عن أول ووسط وآخر الكلمة. تعالوا نشوف هنا، عندي هنا صور، يا ترى نشوف الصور دي بتقول لي عليها إيه. بيقول لي الصورة الأولى هي صورة كتاب. كتاب هي حاجة واحدة بس مفرد. طب لما تبقى جمع أكتر من اتنين، كتب، كتب. كلمة كلب، هو كلب واحد فقط، إنما لما بيبقوا أكتر من اتنين كلاب. طب أنا عايزة أقول على حاجة مهمة هنا، اللام وشبكة وراها حرف الألف، إحنا أخدناها في كلمات في وسطها برضو اسمها لام ألف، لام وشايلة معها ألف، أخدناها في كلمة قبل كده زي كلمة فلاح، فلاح، كلمة فلاح، هنا كلاب، كلاب. تعالوا نشوف كت كوت، جميلة قوي الكلمة دي، فيها حاجة غريبة، فيها حرف الكاف في أول ووسط الكلمة. كات كو كو، كاف وراها واو، كتكوت. طب دي كلمة مفرد، أمال لما تبقى جمع هتبقى إيه يا ولاد؟ كتاكيت، ك ك، الكاف برضو هنا مكررة مرتين، جاءت في أول الكلمة وجاءت في وسط الكلمة، في الاتنين هتتكتب إيه يا ولاد؟ هتتكتب مشبوكة. كتا كي 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 كي، كاف وراها ياء، كتاكيت، والتاء في آخر الكلمة. تعالوا نشوف ونقولهم مع بعض، كتاب كتب، كلب كلاب، كتكوت كتاكيت. هنا بقى لما أسمع هعرف أكتب كويس، هعرف يكون عندي إملاء كويس. هنا فرق ما بين القاف والكاف، القاف ق ق ق ق ق، ها حرف قوي. ك ك ك ك، كو كو، حرف رقيق. هنا عندي، تعالوا نشوف الكلمات بتاعتي، كلمة قارب، ق ق، حرف القاف، حرف قوي. ك ك ك، كلب. قطار وكتاب، قطار، ق ق ق، انطق يلا، قي قي قي، اسمع، ها قاف، كي كي كي، كتاب، حرف الكاف. قنفذ، قو قو قو، ها حرف القاف. كرة، حرف الكاف. هنا يا ولاد قلنا التمييز ما بين الحرفين القاف والكاف. تعالوا نشوف اللي بعدها، كلب، ك
ك فتحة ل لام ب ب باء كنز ك فتحة كنز ديك الكاف جاءت فين؟ في آخر الكلمة كأس الكاف جاءت فين؟ برافو أحسنتم في أول الكلمة كوخ الكوخ اللي بيبقى موجود في بعض البلاد عبارة عن سكن بسيط خالص هو عبارة بيسكنوا فيه كوخ كوخ ك كو كو كاف ضمة في أول الكلمة من يأتي إليها؟ يأتي إليها المسلمين في وقت الحج أو في وقت العمرة بيجوا طول السنة ليه معاد معين في وقت الحج إيه الكلمة اللي قصادنا دي؟ كعبة ك ك كاف فتحة كهف ك ك كاف فتحة لازم تفكر يا ولاد في كلمات طول ما انت قاعد مش لازم تجيب الكلمات البسيطة لا فكر في تفكيرك أعمق كر الكاف فين؟ في أول الكلمة وجاءت عليها حركة الضم كرسي الكاف جاءت فين؟ في وسط الكلمة سكر طب أنا عايز أسأل سؤال ممكن حد يقول لي السكر بنجيبه منين؟ السكر ده بنجيبه من قصب السكر يا ولاد عشان بيبقى ليه مذاق حلو كتب ومفرد كلمة كتب أحسنتم كتاب كتب كاف جاءت فين؟ في أول الكلمة عليها ترى حركة إيه؟ حركة الضم ديك الكاف هيتغير شكلها بدل ما هي في شكلها الصحيح هيبقى شكلها كاف بدل ما هي في شكلها في كلمة كتب شكلها مشبوكة هتأتي صحيحة في آخر الكلمة الله الصفحة بتاعتنا نفتحها الصفحة المقابلة لنا الحرف الكاف هنا بيقول لي ضع دائرة حول كل الكلمات اللي موجودة قصادك فيها حرف الكاف لو كانت مكررة مرتين برضو هعملها يا ولاد بدائرة تعالوا نشوف عندي كلمات سمك وأخذنا كلمة سمكة سمك هي أكتر من سمكة أكتر من اتنين الموجودين عندي في الصورة كلمة سمك الكاف جاءت فين يا ولاد؟ في آخر الكلمة وجاءت صحيحة ولد اسمه كريم أو الإنسان ده إنسان كريم يعني سخي العطاء يعني بيدي ناس كتيرة كلمة كريم أو اسم كريم ك ك الكاف فين؟ في أول الكلمة كلمة قلم ها قلم لا مش موجود فيها حرف الكاف كلمة كتب ها الكاف موجودة في أول الكلمة كلمة شمس سمعنا الصوت حرف الكاف؟ لا ما سمعناش نحط دائرة سمك كريم في أول قلم ما عندهاش ولا شمس عندها وكلمة كتب اللي في أول الكلمة كلمة اكتب الحرف الناقص في الكلمة كلمة كت كوت ك ك حرف الكاف فين يا أولاد؟ في أول الكلمة كلمة ديك الكاف في آخر الكلمة هتكتب إيه؟ صحيحة أحسنتم كلمة كوب كو كو كاف ضمة في أول الكلمة كلمة كلب ك ك ك كاف صح مشبوكة في أول الكلمة طيب هنا نفس التمرين اللي احنا قلناه في الأول يا ترى انت سمعت صوت حرف ايه انطق جيدا ايه يا ولاد الصورة الأولى اللي قصادي صورة قرد قي 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 حرف ايه القاف كلمة كلب ك ك ك ك ك رقيق كاف قلم ق ق ق صوته قوي قاف كتاب ك ك كاف طيب احنا قلنا بقى تفكيرنا يكون جميل ان احنا نبحث عن كلمات جديدة جديدة يعني ما خلاص ما يعني مش جديدة ان احنا نكون قلناها في الدرس لا كلمات مفترض انك انت فكرت فيها كويس فكر كده وشغل عقلك يمكن تلاقي كلمات تبدأ بحرف الكاف لو قلت كلمة كلمات تبدأ بحرف الكاف لو قلت كلمة تبدأ بحرف الكاف يلا نبحث كاتب كاتب الكاتب اللي بيكتب القصة أو الرواية اسمه كاتب كاف وراها ألف تبقى كاتب
ت ت ب ب كعك. والكلمة دي أخدناها لأن هي كانت كلمة غريبة فيها حرف الكاف في الأول وموجود حرف الكاف في الآخر، وفي آخر الكلمة هو تولاد الكاف جاءت صحيحة، وفي آخر الكلمة جاءت صحيحة، وفي أول الكلمة جاءت مشبوكة. كبشة. أنا دخلت المطبخ مع ماما ولقيت كبشة زي ما لقينا كلمة كبريت، لا تستخدم الكبريت، إنما كلمة كبشة ك ك كاف ب ب ش شين تاء مربوطة. كتف. هنا المكان ده اسمه كتف، ده كتف، هنا يد كده على بعضه ذراع، هنا كتف ك ك كاف ت ت ت ف ف. كرنب. كو كو كاف ضمة ر را ن ن نون ب ب. الكرنب طبعا من الخضروات المفيدة لينا، من الخضروات الورقية يا أولاد. كلمة، لازم تكون الكلمة بتاعتنا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة يعني أقول قول كويس، أتكلم كويس، كلمة طيبة، كلمة صادقة، كلمة خير، أقول على أصحابي كلام كويس، يبقى دي اسمها كلمة، أو الكلمة اللي احنا بنكتبها في الكتاب بتاعنا أو الكراسة. كلمة كلمة ك ك كاف ل ل. وهنا ايه؟ احنا اتفقنا ان ده حرف ايه يا اولاد؟ اللام بيمسك اللي قبل ويمسك اللي بعد. م ميم تاء مربوطة. هنقرأها كده اخر مرة. الكلمات اللي ممكن احنا نكتبها كلمة كاتب، كلمة كعك، كلمة كبشة او كبريت، كتف، كرنب كلمة، والكلمة الطيبة خير وافضل حاجة. اشكركم واشوفكم المرة الجاية في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. اتمنى ان كنتوا اتبسطتوا معايا زي ما انا اتبسطت جدا. السلام عليكم ورحمة